بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله الذي جمعنا في هذه اللقاءات على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين، وعن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، انتهينا في صفحاتنا الرمضانية في اللقاء الماضي بحمد الله تعالى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رمضان، أي هديه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، ابتداء بالاحتفاء بشعبان بكثرة الصيام وغيره، تخلصا من الغفلة التي تعم أكثر الناس، ولأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، فيحب الموفق أن يرفع عمله وهو صائم كما كان يحب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهاء بما كان من تبشيره صلى الله عليه وسلم للصحابة بشهر رمضان وقدوم رمضان والليلة، ها نحن نقترب من رمضان أكثر وأكثر، بل هي ساعات وندخل في شهر رمضان، صحيح؟ حدش معي، صحيح ولا مش صحيح؟ لا مش صحيح. ساعات وندخل في شهر رمضان، في الدرس ليس في الواقع. لا، واقع ايه؟ احنا بنتكلم خلصنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، رمضان قرب فبدأ يبشر الصحابة بقدوم رمضان، خلاص معانا شعبان، يعني المفروض الليلة اللي احنا فيها ديت هنمثلها او هنشبهها بايه؟ ها، الليلة الاولى في رمضان، الليلة الاولى من شهر ايه؟ من شهر رمضان، لنبدأ مطابقة الهدي بالهدي. يعني ايه الهدي بالهدي؟ نعم، مش عارف احنا الليله دي داخلين على طلاسم ولا ايه؟ لا، لنبدا مطابقه الهدي هدينا احنا بهديه صلى الله عليه وسلم، عايزين نبدا معاه من الاول، هو كان بيعمل ايه في الليله الاولى من رمضان صلى الله عليه وسلم. وطبعا اظنك هتسعد لما تشوف كان بيعمل ايه وتعمل زيه، ولا مش صح؟ واخد بالك، نطالع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير الهدي كما تعلمون، نحاول أن نطابق بين أفعالنا وأفعاله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو أنت قعدت تصلي عليه كتير، لعل بركة الصلاة ديت يبقى ثوابها توفيق الله عز وجل ليك اللي أنت تستفيد برمضان، مش يبقى قاعد تسمع اسمه وما تصليش عليه، وكل شيء أقول لك صلي على النبي وما تنساش اسمه، مش حيف، خدت بالك؟ لنحاول أن نضع أقدامنا على مواطن أقدامه، كما كان بعض الصحابة يقول رويدا رويدا حتى يضع الحافر على الحافر أو نحو ذلك، يعني وهو كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حتى الحب وصل بيه أنه عايز حوافر الناقة بتاعته أو الدبة تبقى على نفس الأماكن اللي بتدوس فوقها حوافر دبة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. محبة ليكون هذا الشهر انطلاقة للاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا الشهر تعبيرا عن المحبة
له صلى الله عليه وسلم ليكون تدريبا على الهجرة إليه في كل فعل وترك من أفعالنا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، لتكون ثمرة حياتنا وفاة على ملته صلى الله عليه وسلم، لتكون ثمرة حياتنا وفاة على ملته، وحشرا تحت لوائه، وشربة هنيئة من حوضه صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا إن شاء الله. أحبتي في الله، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ شهر رمضان وبما؟ عايز أسمع منكم بقى. خلاص خلصنا شعبان، مغرب أذن، شفنا الهلال، دخلنا في رمضان، كان بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام قيام من بعد المغرب؟ الجمهور على أن التراويح تكون بعد العشاء لفعل الصحابة، ما خلاص بشرناهم يا عم الشيخ، بقالنا كام شهر عمالين نبشر فيهم، لسه هنبشر تاني؟ ثلاث دروس بنبشر فيهم، نبشر فيهم ايه تاني؟ خلاص اللي برضه يقول لي أتاكم. ما قلناها يا ابني اتاكم رمضان، ما قلناها اتاكم رمضان، ها ايوه اه، واحد قرب اهو، دعاء رؤيه الهلال. شوفوا، عشان قلت لكم ان احنا كتير لما بنمشي على المناهج المطبوعه، خد بالك ما بننتبهش ان احنا، انا ما بطعنش طبعا في اي حد المشايخ احذيتهم على ادمغتنا، ولكن نقول نحن نريد ان نقترب اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك وانت بتدور في المنهج تبقى بتدور على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعمل ايه هنا اللحظه دي، الساعه دي، بعد الظهر كان بيعمل ايه، بعد العصر، وهكذا. خدت بالك؟ فاحنا عايزين نبدا بقى من اول ليله، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدا شهر رمضان وبما. وانا اتمنى تبقى انت قاعد وكلك شوق وحب لي صلى الله عليه وسلم، مش تبقى قاعد سرحان ولا الدرس طول ما هيخلص امتى، لا، مش ده شأن المحب الصادق. لما انا احاول افتح لك الصفحات الرمضانيه من حياه خير البريه صلى الله عليه وسلم، يبقى انت كلك شوق ازاي تتعرف على هديه وكان بيعمل ايه في رمضان، وتحاول ان السنه دي فعلا يبقى رمضان بتاعك مطابق لرمضان النبي صلى الله عليه وسلم على هديه وموافقا لسنته صلى الله عليه وسلم. بس في حاجه قبل رؤيه الهلال، مين يقولها معانا؟ قبل رؤية الهلال في حاجة، في هدي نبوي قبل رؤية الهلال، وبرضو الناس اللي الوينج ده اشتغلوا معانا وفي هدايا، في حاجة في الهدي النبوي قبل رؤية الهلال؟ خلاص عشان نقصر، أولا وانت ممكن تاخدها على هيئة نقاط، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم رمضان ولا يبتدئ صيامه إلا برؤية شاهد عدل، برؤية شاهد رجل ذكر عدل، أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما. إحنا إمتى نبدأ شهر رمضان؟ هيقولي لما يدخل شهر رمضان. وإمتى نعرف إن دخل شهر رمضان؟ بحاجة من اتنين، يبقى إحنا يوم 29 شعبان، اليوم 30 من شعبان ده ليه كم احتمال؟ احتمالين، ينفع ثلاثة؟ احتمالين، احتمال إنه يبقى المتمم لشعبان، يبقى شعبان كم؟ 30، أو احتمال إنه يبقى الأول من إيه؟ من رمضان. عشان كده نطلع في ليلة في يوم 29 ده بالليل نشوف، نطالع الهلال. طبعا مش احنا يعني من يفعل ذلك المسؤول عن ذلك، يطالع هلال، هلال ايه؟ هلال رمضان. لو ظهر الهلال يبقى اذا انتهى شعبان ويبدأ شهر رمضان. لو لم يظهر الهلال لأي سبب من الأسباب، وجود غيام، وجود سحاب، لأي سبب، ماذا نفعل؟ نكمل شعبان 30 يوما. طب وهل يجوز أن تصوم اليوم 30 من شعبان أم لا يجوز؟ سنرى. يبقى لا يصوم إلا برؤية شاهد عدل أو بإتمام شعبان 30 يوما، وهذه خاصية من خصائص هذا الدين تضمن صلاحيته لكل زمان ومكان. إذ لو كان الاعتماد على الرؤية الفلكية مثلا أو استعمال الأقمار الصناعية مثلا، لربما هذا لم يتيسر لبعض الناس على ظهر الكرة الأرضية، لكن أن يعلق الشرع ابتداء الشهر على هذين الأمرين، هذا يتيسر لكل الايه؟ لكل الناس وفي كل مكان، إما أن ترى الهلال وإما أن تتم الشهر، دين يسر. هذه الخاصية تتضمن صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، لاعتماده على الأسباب المشاهدة والوسائل الظاهرة لعموم الناس، فما أيسره وما أسهل تطبيقه والقيام به. ومما يدل على هذا الهدي، احنا بندور على هدي النبي بقى، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، يعني تراءى، طلعوا يشوفوه، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، يعني شاف الهلال، فصامه، يعني صام رمضان بدأ، وأمر الناس بصيامه، حديث صحيح، وأمر بذلك الأمة، فقال: صوموا لرؤيته اللي هو الهلال، وأفطروا لرؤيته،
وانسكوا لها، يعني اعتادوا تحين دخول تحين ليلة دخول الشهر أو انصرامه وداوموا على ترقبها، تحين الرؤية والنظر للهلال ورؤية الهلال. فإن غم عليكم، غم يعني غبي عليكم، أخذ بالك، ومنه الغباء، يقول لك فلان ده عنده نسبة غباء، لكن حاجة على الإيه يعني غمامة يعني أو غياية كما في بعض الأحاديث. فإن غم عليكم، مش شايفين الهلال، نعمل إيه؟ نسرح. فإن غم عليكم فأكملوا 30، يبقى ما شفناش الهلال 29، يبقى 30 نعمل إيه؟ نكمل بشهر شعبان. فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة. يبقى الأصل إن الشهر كام؟ الهجر 29، فلا تصوموا حتى تروه، اللي هو الهلال. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه البخاري. وبالتالي فلا حاجة لنا للاحتياط الذي يفعله بعض الناس فيصوم يوم الشك. مين بقى يقول لي يوم الشك هيوافق كام؟ ازاي 29؟ ازاي 29؟ هو الشهر هيقل، يعني انت شاكك ان 29 من شعبان؟ انا عمال افصل عشان برضه 29 ده اساسي من الايه؟ من الشهر. يبقى الشك في ايه؟ 30، اما يبقى متمم اما يبقى اول الشهر. لا حاجة للاحتياط الذي يفعله بعض الناس فيصوم يوم الشك فيقع في المخالفة لخير الهدي ويعصي أبا القاسم، عشان مش عارفين وين ما صلوش عليه، مش عارفين مين أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد نهى كما يقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا رمضان، ركز بقى، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه مسلم. يبقى أنت بتصوم اثنين وخميس مثلا، بتصوم يوم وتفطر يوم، بتصوم غالب شعبان، فطرت يومين ثلاثة من أول شعبان عشان اتباع الهدي، الرسول ما كانش يستكمل صيام شهر كامل إلا رمضان، فطرت في أول شعبان وعايز تكمل رمضان كان يصله، اللي هو شعبان يصله بإيه؟ برمضان، كما ثبت ذلك على النبي كان يصله برمضان. يبقى في هذه الحالة يجوز لك أن تصوم، أما أن تصوم بنية الاحتياط لرمضان هو ده الايه؟ المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. فالحمد لله على نعمة السنة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه أيضا خاصية لدوام واستمرار وبقاء هذا الدين نقيا من التحريف بعيدا عن الزيادة والنقصان، لأن حدود العبادة واضحة بخلاف غير ذلك من الشرائع المحرفة، الحدود واضحة، مش ده يزود يوم وده ينقص يوم، ويمرض بعض الرهبان أو بعض الأحبار فينذر إن شفاه الله أن يزيد في الصيام 10 أيام فيشفيه لا فيزيد في الصيام، ثم يمرض آخر فينذر أن إن شفاه الله أن يزيد في الصيام فيزيد في الصيام، ثم يجدون مشقة من الصيام فينتقلون به إلى الشتاء. إيه ده؟ تحريف وتبديل بخلاف دين الإسلام رضي الله عز وجل وحماه وحفظه، فالحمد لله على نعمة الإسلام. ولو عدنا وعادت الأمة إلى خير الهدي لقل الخلاف وانعدمت الفرقة الناشئة عن اعتماد الحسابات الفلكية بديلا عن الرؤية البصرية. لا مانع من الاستفادة من العلم الحديث، ولكن لا يعتاد بذلك عن الرؤية البصرية، لا بد من الرؤية البصرية، إذ الشرع علق الفعل بداية الشهر بداية الصيام على الرؤية، فإن لم توجد أتممنا الشهر 30 أي شعبان وانتهى الأمر. وهذه المسألة مجال تفصيلها في دروس الفقه يوم الجمعة إن شاء الله. ها هو رمضان قد بدأ، ها برضو ولا لسه؟ ها بدأ، أيوة كده بدأ، دخل يعني خلاص. فماذا أيضا من الهدي؟ احنا بندور بنفتش بمناقش عن إيه؟ عن خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال، بس مش هلال رمضان بس، لأن ده هدي مهجور، سنة غائبة. ولو سألت كده الإخوة الحضور كم واحد قال دعاء رؤية الهلال من رمضان اللي فات لحد دلوقت، ممكن ما تلاقيش ولا واحد، سنة غائبة، خد بالك. هي دي بقى ممكن ينطبق عليها من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيه؟ أجرها وأجر من عمل بها، صح؟ مين بقى فارس ينذر نفسه للسنة دي؟ اللي انت كل شهر تذكر المسلمين بدعاء رؤية الهلال، تكتبه كده على ورقة وتعلقه غدا بداية الشهر العربي، ومن السنة أن تقول عند رؤية الهلال وتروح قايل الدعاء، تدرب الناس على العودة للإيه؟ للسنة.
كان إذا رأى الهلال رمضان أو غيره يقول اللهم أهلله علينا. ممكن تحفظ معايا؟ ممكن نسمع دلوقتي وتاخد هدية؟ ها ممكن؟ هز رأسك عشان تقول له يلا ركز بقى. اللهم أهلله علينا باليمن إلى البركة والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. تعرف تسمع؟ سمع. تعرف تنيمني؟ ها سمع يا ابن عريس. ها تفضل. ها هناك فض. أيوة أنت قول له رفعت إيدك. قول تمام جميل. ها تفضل تفضل تاني هتخلصوا. تفضل مش تاخد حاجة. تفضل تفضل تفضل. أيوة أنت ربي وربك. انتوا داريتوا راسكوا ليه عشان ما اسالكوش؟ خد اديله الهديه دي، دي مفاجاه دي، خلي بالك. مش هتقول ولا ايه؟ اقول عشان انا مخبئ لك مفاجاه. ها اقعد يا براء. شفت دي بقى؟ اقعد. وفي لفظ رواه الدارمي بلفظ اللهم اهله علينا بالامن، الاولانيه كانت ايه؟ اليوم. بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ودي لفتة دعوية برضو، اللي احنا قلنا المحاور بتاعتنا محور علمي محور عملي محور دعوي لاستعداد رمضان. لفتة دعوية بقى، عايزين حضرتك تكتب الدعاء ده في ورقة وتنشره في المكتب في الشغل في المدرسة في الشارع في العمل، حتى يحفظه الناس وتحفظه أولادك وتحفظه الأولاد في الكتاب، حتى نتدرب على إعادة هذه السنة لحس الناس. وماذا بعد ذلك من الهدي؟ مين يمشي معاي بقى؟ خلاص شفنا الهلال وعرفنا ان رمضان دخل، هتسحر مباشرة كده، نطيت من المغرب للفجر كل الوقت. ها القيام. ها صلاة المغرب، الرسول كان بيصلي المغرب صلى الله عليه وسلم. ها ها في لفتة تربوية مهمة جدا مهمة جدا جدا، ولو انت حضرت الدرس الليله دي وطلعت من الدرس باللافتة دي ممكن تبقى الآن يبدأ المسلم الحريص على رضا الله عز وجل الحريص على الجنة برنامج شهر رمضان. كيف؟ هذه أول ليلة من ليالي رمضان المبارك، ومع غروب الشمس يبدأ التغيير العلوي والسفلي احتفاء بالضيف الكريم. الشياطين تصفد، أبواب السماء تفتح، الدعاء يستجاب، أبواب النار تغلق، أبواب الجنة تفتح، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل. تتسمع هذا النداء بأذن قلبك كأنك ترى الإعانة من الله عز وجل على فعل الطاعات والمبادرة للخيرات، وترى ذلك في سلوكك بإذن الله عز وجل. بهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان، فقال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. حديث رواه الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة. إيه اللي يلفت نظرك في الحديث؟ ماشي العتق من النار، ها أول ليلة، إيه كمان يا جماعة؟ عايزين نعيش السماء والأرض في تغير، في احتفاء بالشهر، الشياطين تسلسل ومرضت الجن، أبواب السماء تفتح، أبواب النار تغلق، أبواب الجنة تفتح، وانت مش دريان بحاجة، وانت مش حاسس. عيش المعنى ده بقلبك على الأقل، تحس يعني دخل رمضان زي أي شهر تاني، ولا مفروض حي القلب يستشعر ذلك، يحس بذلك، يشعر بذلك. ده المفروض، انتوا هنا ولا بر؟ ده المفروض ان انت تحس بالمعنى ده، تعيش المعنى ده بقلبك. ابواب السماء، ابواب الجنه، ابواب النار، سلسله الشياطين. وشوف الهديه الاخيره دي، ولله عتقاء من النار كل ليله. يعني بدا ايه؟
بدأت فرص العتق من النار إمتى؟ بغروب الشمس. غروب الشمس اليوم الأخير من شعبان. تفكر أمور عظيمة يحق لقلب المسلم الحريص على النجاة وطلب الآخرة ونيل الجنة أن يضطرب لها. مش عارف يعني ده حدث مثلا أمريكا احتلت بلد ولا حصل مش عارف إيه، ممكن الناس تبقى عايشة في قلق واضطراب وكله عمال يتكلم. الحدث ده ما يتناقلش، الحدث ده مش مهم، والله أهم اضطراب القلب وتحرك القلب لذلك، وتحركه شوقا لرضا الله سبحانه وتعالى ورغبة في العتق. عتق من النار، فرصة للعتق. أنت لا تدري والله ما قيمة العتق من النار إلا لم يتحرك القلب، لا تدري فعلا ما قيمة العتق من النار. لو أن إنسانا أخذ به وقدم لتنفيذ حكم الإعدام القتل، كيف يكون قلبه ساعتها؟ خلاص الخطوات الأخيرة في حياته، ماشي آخر طريق حيمشي، آخر خطوات حيمشيها، بعد لحظات سيكون من العالم الآخر بإذن الله. كيف يكون اضطراب قلبه؟ كيف يكون قلقه؟ كيف يكون خوفه؟ عايشين معايا ولا مع الراجل؟ عيش معايا كده، افهم المعنى ده. ثم إذا ببعض الناس يأخذهم بين أيديهم، ركز معايا، يأخذهم يا أخي لسرحان، يأخذهم بين أيديهم ويكتب له، تكتب له النجاة بإذن الله تعالى، كيف يكون فرحه؟ متخيلين سعادة الراجل ده شكلها إيه؟ بعد ما خلاص كان اللحظات وهيقتل، أخذ من بين أيديهم وكتب الله له النجاة. أريدك أن تستشعر هذا المعنى. لا، ليس هذا المعنى، بل أعظم منه. عتق من النار ليس نجاة من الموت ولا من القتل، وإنما عتق من النار. ممكن تعتق أول ليلة من رمضان يا ابني؟ خليك هنا. ممكن ولا مش ممكن؟ بيقولوها كده بقلب كده، مش عارف، مش انت شكلك مش ناوي اصلا، مش عارف، ما انت كده بالطريقه دي كده شكلك مش بتاع عتق ولا ايه؟ ده الموضوع عايز اضطراب، عايز قلق، عايز خوف، عايز حرص، عايز رغبه، عايز شوق، معاني كتيره جدا. اول ليله من رمضان عتق من النار، ويبقى انت عندك حرص ان هي اول ليله ان شاء الله اعتق فيها. مش لسه بقى طويل الامل، لسه الشهر طويل يا عم. لا ابدا، ما ينفعش. أنا عايز يلفت انتباهك، عتقاء كل ليلة، ودي أول ليلة، لما لا تحرص على أن تعتق فيها؟ لما تضيع منك هذه الفرصة؟ الموفق يجعل رمضان، وهذه من أهم النصائح والله، الموفق يجعل رمضان وحدات منفصلة، خزائن منفردة، لكنه كده عنده خزن، كل يوم عبارة عن خزنة، كل ليلة عبارة عن خزنة، يجعل كل خزينة نصب عينيه، يملأها بأحسن ما يجد، كما ذكر ابن القيم في اهتمام الموفق والمسدد بالوقت. يبقى انت ما تقولش لسه الشهر طويل ولسه بدري والعمر طويل، لا، لعله لا ليلة لك بعد هذه الليلة، ولعله لا يوم لك بعد هذا اليوم. يبقى انت لو حطيت في دماغك وفي بالك وفي عقلك وفي قلبك ان دي ممكن تبقى اخر ليلة، هتعمل فيها ايه؟ قتل بقى، موت، احسن ما تجد. اجعلها هي الفرصة الاخيرة لك، فاملأها بأحسن ما تجد. فإذا جاء اليوم احمد الله أن من عليك وإيه؟ وأحياك حتى. مش ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ البتاع بتقروها كل يوم هي أذكار الصباح المساء، لو هتلاحظ فيها، أو بيقول أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يستعتبه ويمد في أجله عسى أن يتوب. يعني ربنا سبحانه وتعالى عطالك مدة للعذر عشان تتأسف، عشان إيه؟ تعتذر، عشان تتوب، أخبرك ويقبل عليه. ولهذا المعنى كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي. شوف كلمة آذن لي، استشعار المنة بقى، واستشعار أنه لا حول لك ولا قوة إلا بمعونته. آذن لي بذكره، لن تطعه إلا بإذنه. شفت بقى، تقتل العجب دي في قلب الإنسان. وآذن لي بإيه؟ بذكره. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وقال ابن مسعود اللي أنا كنت عايز أقولها بقى، الحمد لله، لما أخبرته الجارية بطلوع الشمس قال: الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم. شوف كلمة إيه، تعبير إيه، وهب منه، وهبك عطية. الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا، يعني أعطاك فرصة لأنت تعتذر، ولم يعذبنا بالنار. وقال سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. فهمت المعنى ده؟ كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. يبقى أنت لعله لا ليلة لك بعدها، من الله عليك ببلوغ هذه الليلة الأولى من رمضان، وربما كان بعضنا ليس أهلا لها، بل أنا أولكم.
ولك أن تستحضر هذا المعنى. أنت لست أهلا كي تدرك رمضان لولا رحمته لما سلف من ذنوبنا وتقصيرنا في حقه سبحانه، ومع ذلك ما عاقبنا وما أهلكنا وما أخذنا على غرة ولا على غفلة، ولكن مد في أعمارنا حتى أدركنا رمضان. ولذلك أري الله من نفسك خيرا، تخرج أحسن ما عندك من تضرع وتخشع وبكاء وقيام، ولا تضيع لحظة واحدة في غير طاعة، سيما وأنت تعرف أن هذه أن لهذه الليلة لهذه الليلة خصوصا اللي هي الليلة الإيه فضيلة، اللي هيقولها ليه هدية بقى قيمة. ما هذه الفضيلة؟ استنى لا مش صح. لهذه قلناها والله قلتها. ها لا ايه هتقول قول. لا 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 شيء قول. حد يبلغني كده بيقول ايه؟ لا 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 اقولها لكم انا. لا 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 لهذه الليله فضيله، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلت لكم لازم نقرا عن رمضان، ما تجيش تقعد في الدرس وانت كده استعدت وهتخش رمضان بقى حاجه صاروخ. لا لازم تقرا، لازم تستعد، لازم تشتري كتب وتقرا وتسمع. زي ما قلت لكم عايزين نسمع كيف نتلذذ بالصلاه، حوالي 25 درس، كل درس حوالي ربع ساعه. ودرب نفسك من دلوقتي عشان في رمضان تعمل ايه. المفاجأة بقى الخطيرة اللي ملهاش حل، كيف نتلذذ برمضان؟ دي بقى جاية في وقتها. هذه الفضيلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان. شلناها؟ أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان، هي صحيح الجامع. فالبركة إذن من أول ليلة، والعتق من أول ليلة، وكذا الاجتهاد ينبغي أن يكون من إيه؟ من أول ليلة. فما برنامجك لليلة الأولى؟ هتعمل إيه بقى في الليلة الأولى؟ فرصة أمامك للعتق من النار ولعلها الأخيرة. أنتوا نفسي تعيشوا المعنى ده معايا، فرصة ولعلها الأخيرة. مش ممكن إنسان يموت، يبقى لو أنت قلت لك قدامك فرصة للعتق من النار آخر مرة، أذنبت أسأت أخطأت، وأعطيتك فرصة وقلت لك كفر عن اللي أنت عملته، بس دي الفرصة الأخيرة، تعمل فيها إيه؟ طب انا بقى عايز اوصل لك معنى تاني مهم جدا، ان كل اللي فات من الذنوب ممكن يغفر في اجتهادك في الليله دي، صح ولا مش صح؟ يبقى لازم تبدا رمضان. حتى الناس، حتى كان الشباب كده يحط كده في الكراسه كده كتاب شعار كده: من كانت له بدايه ايه محرقه بقى كانت له نهايه مشرقه. بدايه محرقه يبقى نهايه. طب ده في مقاييس الدنيا، عايزين بقى في رمضان في العباده. كم ركعه ستصلي في هذه الليله؟ كم جزءا ستقرأ من القرآن بتدبر وتفهم؟ أين ستصلي؟ اختيار بقى مساجد أهل السنة، المساجد اللي بإيه؟ تقف وراء الإمام تعيش قرآن، تسمع قرآن، تتدبر الآيات، يخشع قلبك، تدمع عينك. خدت بالك؟ احذر من التجول. الناس اللي عمالة تلف في رمضان، وهنا يوم وهنا يوم وهنا يوم، والوقت رايح منه في المواصلات، والبصر ضايع في النظر للمتبرجات، دي كلها مفاسد كتيرة جدا. بخلاف بقى جمعية القلب على الله عز وجل في مسجد أهل السنة قريب من بيتك، حفظ الوقتك، ممارسة دور من أدوار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المسجد، دي كلها وظائف هتحصلها بلا شك. لذلك نقول: جهز نفسك من الآن، اعلم أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فاحرص على أذكار المساء قبل المغرب. ودي برضو معنى مهم، قبل المغرب احرص على، ممكن تكون بتضيعها في سائر الايام، لا الايام دي بقى والليالي دي ليها اهتمام خاص. يا جماعه رمضان افضل شهر في السنه، صح ولا غلط؟ قلنا الكلام ده في الدرس اللي فات. يبقى عبادتك طول السنه حاجه، والعباده في رمضان ايه؟ عشان كده قلت لك ظبط صلاتك، ظبط الدعاء بتاعك، جهز نفسك هتقول ايه في رمضان، هتطلب ايه، هتدعي بايه. فاحرص على اذكار المساء قبل المغرب، وكن في غايه التضرع، غاية التذلل والمسكنة، بأن يبلغك الله رمضان، وأن يعينك فيه على ذكري وشكري وحسن عبادتي، وأن يمن عليك ويرزقك العتق من النار. احذر الحرمان، اوعى تنظر لنفسك، اوعى تعجب بعملك. يقول كان الشيخ يقول له رمضان اللي اجتهد والتوبة والإنابة، يقول له رمضان داخل اهو ان شاء الله ابقى في رمضان 100 100،
في رمضان أبوه تعب سافر فرنسا معاه. يعني شفت المواضيع الناس المغرورة بقى. لا عايزينك تتضرع وتتمسكن وتبكي وتخشع لله سبحانه وتعالى. والله ممكن ما تدرك رمضان. مش حدش يعرف الأجل ومتى سيموت الإنسان، حتى قبل المغرب بدقيقة ممكن الإنسان يموت. لكن يبقى قاعد يتضرع يتمسكن يتذلل لله سبحانه وتعالى، يسأل العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، تسأله أن يمن عليك بالعتق، إن دي أول ليلة يا رب، يا رب اجعلني من ممن يعتق في هذه الليلة. شوف بتذكر كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآية في سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك فيه. ليه كان بيقلب وجهه؟ ليه؟ ها يريد أن ينزل شيء ها من القرآن لتحويل القبلة من به من بيت المقدس للايه؟ يبقى شيء في اراده متطلع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين المعنى ده بقى في رمضان، تشوف للرحمه، الرغبه في المغفره، بالك انت تظهر ان انت محتاج مغفره، محتاج رحمه، محتاج عتق من النار. ولا ربما كانت هذه الاذكار وتلك الاذاعه مفتاح الانتفاع بهذه الليله الاولى بل وبكل رمضان باذن الله. طيب خلاص قلنا الاذكار ودخل رمضان، صلينا المغرب، بعد المغرب من المغرب للعشاء في ايه؟ شو بقى السنن الغيبة؟ من السنة إحياء ما بين العشاءين، كما حكى لنا ذلك حذيفة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بين المغرب والعشاء. وقال أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب إلى العشاء. يعني هو ما يدخل يصلي المغرب وما روش حاجة فاضي، وممكن لو قاعد ينتظر العشاء ينام، ويبقى ممكن ما يصلي يحصل نوع من التيقظ، يتيقظون يصلون ما بين المغرب والايه، وطبعا دي عباده مغفول عنها، فلتحسن استغلال هذا الوقت الذي يغفل عنه الناس. وكما علمت انها ربما كانت اول ليله من رمضان فتبدا في برنامجك القراني، ولا ربما انهيت في الصلاه او خارج الصلاه جزءا او اكثر في هذا الوقت، ممكن من المغرب والعشاء تخلص لك جزء جزئين اكثر، ثم تتجهز لصلاه العشاء متطهرا في بيتك، محتسبا ما ورد في السنة حول الوضوء وفضله وصفة فعله له صلى الله عليه وسلم، وما ورد من أجل الخروج متطهرا إلى المسجد، وتحرص على التبكير إلى الإيه؟ إلى الصلاة للفوز بفضائل الصف الأول بأن يصلي عليك الله جل جلال، الله عز وجل وملائكته يصلون على الإيه؟ الصف الأول أو الصف المقدم. يبقى ازاي تضيع الفضيله دي منك؟ بل ويستغفر له رسول الله ثلاثا صلى الله عليه وسلم، الصف المقدم الصف الاول يستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا، كيف تضيع هذا منك في رمضان؟ ولكون هذا اعون على تحصيل الخشوع وحضور القلب في الصلاه، مش هتقف بقى في صف ثاني ولا صف ثالث، وده عمال يهرش وده يرفع كده وده يحط ايده في جيبه وده يرد على التليفون، كل ده تشويش. لكن ما تبقى قدام كما قال سعيد بن مسيب او سعيد بن جبير، منذ كذا سنة ما نظرت في قفا مصلي، ما شافش قفا مصلي، يبقى كان بيصلي فين؟ ايه الناس شغالة، ناس عايزة، وده في غير رمضان. انت بقى في رمضان خليك في غير رمضان بتصلي مدلدل ورا، وان الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر في الجنة وان دخلها، يؤخر في الجنة وان دخلها. طب ليه نؤخر؟ ليه تؤخر في الجنة وليه في رمضان يبقى حالك كده؟ ما كنتش اجتهدت في رمضان، ما خدتش وقود في رمضان، اما السائر العام هيبقى شكلك ايه؟ معنى كده. ثم تشبهك بالملائكة وحرصك على الثواب والأجر، وهذا أعوان بلا شك على الخشوع. ثم لا تغفل عن ترديد الأذان والدعاء المأثور عقب الأذان، ثم أمامك فرصة للدعاء المستجاب بين إيه وإيه؟ الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ما صليتش ليه؟ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. شوف قال لا يرد، فادعوا. لا يستوي أبدا إنسان يرفع يديه ويسمع بأذنه قول النبي لا يرد، وبيدعي يبقى في نوع من اليقين إن شاء الله دعاء مش هيرد، لا يرد، فادعوا. وأكثر من سؤال العتق من النار، وتضرع وتمسكن وتخشع ما استطعت، ثم صل النافلة وحاول أن تدرب قلبك فيها على الخشوع، لأن التجهز بالنوافل للفرائض مستحضرا أنك في خير الشهور وأفضل الشهور، فليكن عندك أفضل الطاعات والقربات، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم تتجهز بعد النافلة لأداء الفريضة. فريضة بقى في رمضان ما تبقاش أبدا أبدا زي أي فريضة تانية، ما تبقاش زي الصلاة اللي بنصليها في غير رمضان،
عايزين رمضان يبقى ليه ميزة كما أن الشرع ميزه وفضله، فلا بد أن نميزه ونفضله ونخصه بمزيد من الاجتهاد والخشوع والتعقل والتدبر لما نفعل. وبعد العشاء تتجهز لأداء صلاة الايه التراويح اللي هي أول ترويحة في رمضان، تتجهز لتبدأ المحو. مين يقول؟ محو إيه؟ من قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. كلنا حافظين الحديث ده صح؟ طب أنا عايز حد يشرحه لي، عايز بس تشرح لي احتسابا، ما تقوليش إخلاص. أنا عارف يعني احتسابا، مش الإخلاص عشان ما تعيدوش وتوجعوا دماغنا وتضيعوا الدرس. ها؟ لا 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 لا، كله عايز هدايا يعني قربت. من عارف ما ده هو ده الإخلاص، احتسب الأجر. عارف ما هو كل ده تعريف احتساب، كل الكلام ده صحيح، بس أنا عايز ألفت النظر لحاجة معينة. جميل، هقول لك حاجة. احتسابا لما انت قلت لكم المثال ده، مش عارف ولا ما قلتوش قبل كده، الشيخ يعقوب في الحرم كان قاعد مع الاخوه اللي بيعملوا عمره، فبيعمل لهم برنامج، مش قلته؟ فلما قال لهم مثلا الطواف مثلا عباده مش موجوده اللي عند الكعبه، ولا انت بتطوف هنا؟ ما فيش طواف اللي هناك. من طاف بالبيت اسبوعا كان كعتق رقبه. اسبوعا يعني ايه؟ سبع اشواط، مش اسبوع سبعة ايام. يبقى الطواف سبع اشواط، صلي ركعتين يبقى عتق رقبه. وعتق رقبه معناها ايه؟ أن تعتق أنت من النار بها، كل عضو منها يعتق به عضو منك، الرأس بالرأس واليد باليد والرجل حتى الفرج بالفرج. خدت بالك؟ يبقى أنت حرصك على الطواف شكله إيه؟ فقال لهم عايزين نعمل بقى جدول طاعات، من ضمن الجدول ده تطوف مثلا في اليوم خمس مرات سبع مرات. خمسة في كام يعني؟ خمسة في سبعة. فطبعا أنت شوف الكعبة في التلفزيون قد كده، الكعبة هناك حاجة إيه ما شاء الله. فعشان يطوف سبع أشواط وفي رمضان وهو صايم، فواحد برة كده قال له إيه؟ انت بتشتغل عند واحد ويطلع عينك وفي الاخر تقول له تعبك راحه، مش ده بيحصل؟ طب ما تبقى عند الملك بقى. احنا للاسف كتير جدا ما بنستحضرش المعنى ده، ان تعبك في التراويح ده الله يعلم به. ما هو ده معنى الاحتساب، خد بالك. الله يراك وانت تصلي، ان ربك يعلم انك تقوم. ها؟ الذي يراك حين تقوم. انت بتستحضر المعنى ده وانت واقف وظهرك وجعك ورجلك وجعك؟ لو استحضرت عمرك ما تحس بالتعب، تبقى تستلذ. طالما تعب لحبيبك يبقى ايه؟ ده الشباب بيعملوا اكتر من كده مع حبيبته، يعني ما تديله ميعاد وتتاخر عليه ساعه وساعتين، عمره ما ظهره يوجع ولا رجليه، ويقعد ساعه واثنين وثلاثه وعشرة. لكن ما يجي في الصلاه والامام يطول شويه، طمطلنا ظهرنا منك لله فليخفف يا اخي، ويقعد يجيب له الاحاديث الامر بالتخفيف. طب هو ليه حس بالتعب؟ لانه مش حابب. لكن هناك لما كان حابب بقى التعب على قلبه ايه؟ زي ما يقولوا زي العسل. فانت ما تستحيش من الله سبحانه وتعالى، اما يبقى حبك لغيره اكتر من حبك ليه. المثال اللي قلناه قبل كده، لما زوجه بيسالها زوجها تحبيني؟ قالت له اه. قال لها قد ايه؟ قالت له يعني 90%. قال لها طب والعشرة التانيين؟ قالت له بلاش اقول لك. قال لها لازم تقولي. قالت له بس تزعلش. قال لها ماشي. قالت له جارنا. برقت ليه؟ لو زوجتك قالت كده هتعمل فيها ايه؟ ها؟ تضحك ليه؟ هتعمل فيها ايه؟ الله يرحمها. الله المستعان. طب بالله عليك، لما يبقى انت معاملتك كده لله سبحانه وتعالى، انت نسبة الحب عندك لله قد ايه؟ كم في المية؟ وبقيت النسبة دي رايح لمين؟ هتقولي لا 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 ده 100 وأعلى من 100%. أقول لك والله عملك اللي هيبين اجتهادك في التراويح في رمضان والاجتهاد فيها وحضور القلب. مش موضوع تطويل وخلاص يا جماعة، مش ده قصدي، مش موضوع تعب وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المحبين كان يقوم حتى تتفطر قدماه. ده بيعذب نفسه ولا ده محبة؟ كل ما الحب يزيد كل ما الخدمة تبقى إيه على قلبك؟ ها زي العسل. خد بالك يعني، شوف مولاك انعم عليك كام قد ايه من النعم. نفسي يا جماعه والله بالله عليكم نفسي، وحققوا لي الامنيه دي، تقروا كتاب نعم ايات الله المبهره ونعمه المتواتره، هتحس كده اللي انت غرقان نعم. ولو مشيت على راسك من اول ما تتولد لحد ما مت، شكري لله مش هتوفي ولو نعمه واحده من نعم الله سبحانه وتعالى. محتاجين نعيش ايات الله المبهره ونعمه المتواتره، واللي عنده يقراه مش تركنوه في البيت وخلاص،
عشان تعيش المعنى ده في رمضان. ما تجيش تقول ده بيصلوا ده بيطولوا ده بكذا، ده انت تدور على الامام اللي تخشع وراه حتى لو طول. تاني ثالث مرة آيات الله المبهرة ونعمه المتواترة، موجود ومشهور كتاب، وكنا وزعناه في الاعتكاف السنة اللي فاتت ودرسنا بعض أجزاء من هذا الكتاب المهم. فما عايزك اما تصلي بقى، هتصلي التراويح دي ليه السنة دي؟ صليها ليه؟ ها؟ لحبيبك احتسابا. ها صليها بحب بقى، مش موضوع اصلي وخلاص سنين كتير صليت ما حسيتش بحاجة. عايزك تعيش بقى المعنى ده، تتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامك ورجليه نفخت من الايه، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر صلى الله عليه وسلم، فاين نحن منه؟ صلاه التراويح دي اللي كتير مننا ما هوش عارف قدرها يا جماعه. تتجهز لصلاه التراويح، ها تتجهز للمحو. محو ذنوب كام سنه؟ ذنوب كام سنه تمحى بصلاه التراويح؟ ركز معايا فوق، ده الموضوع خطير جدا. ذنوب كام سنه هتمحى؟ كل واحد ده وعمره. غفر له ما تقدم من ذنبه، عيش ما تقدم من ذنبك. ده كم ذنب؟ كم ذنب متعلق بالشهوة؟ كم ذنب يتعلق بالرياء؟ كم ذنب يتعلق بالعجب؟ كم ذنب يتعلق بتضيع الصلاة؟ كم ذنب النوم عن الفجر؟ كم ذنب عقوق والدين؟ اقعد فكر كده، عشان لما تقف تصلي تقول يا رب لأنا طلعت من صلاة التراويح دي وغفرت لي اللي فات، أنا ما عملتش حاجة، أنا مهما أعمل مش هوفي حاجة ولو نعمة من نعمك، ومنها نعمة مغفرة الذنوب. الذنوب ما تقدم من ذنبه تغفر، استحضرها وانت بتصلي وانت ساجد، قول رب اغفر لي. ها لعل هذا فيه قتل للعجب الذي يصاب به البعض احيانا، نوع صلى او طول، صلينا بالبقره صلينا بكذا. لا انت بتعمل ايه؟ ده احنا لو طلعنا من التراويح دي بثواب غفر لما تقدم من ذنبي لا لي ولا علي. حلو او واضح ولا مش واضح؟ تفكر في حالك يوم القيامه عندما تقرر بذنوبك، عندما تقف امام الملك الجليل الكبير المتعال فيقول لك انت أتذكر ذنب كذا؟ وشوف الحياء بتاع البني آدم لما ربنا يقرره بالذنب، وذنب قبيح بقى، ها ويقعد يفكر أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر، يقرر بالذنوب فيظن العبد أنه هالك. ما تستحضرش المعنى ده ليه عندما تصلي هذه الصلوات؟ وكم حرم العبد من الخير بسبب الذنوب وشؤمها؟ ثم تستحضر أن الله أبقاك ومن عليك بهذه الفرصة ليغفر لك، أليس لأنه يحبك؟ مش ممكن انه يسر لك فرصة لمغفرة الذنوب؟ مش دي علامة محبة؟ ها أليست هذه علامة على إرادة الخير بك؟ فأري الله من نفسك خيرا. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا تنسى بالله عليك هذا الحديث أبدا. ولعل هذا أيضا كما قلت من علاجات العجب بالعمل، فأحسن صلاتك وتخشع فيها وتدبر ما تسمع كي يحصل لك التكفير والمحو، إذ بعض القائمين لا ثواب لهم. دخل رمضان وصلى تراويح ما خدش غفر لما تقدم من ذنبه، في حديث على كده؟ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، سهران بس قيامه رايح عليه. ألا تستحق عبادك هذه ثوابها مغفرة ما تقدم من الذنوب؟ ألا تستحق منك الاعتناء؟ ألا تستحق منك التجويد؟ ركز هنا. ألا تستحق أن تطالع ما ورد في فضلها؟ طب بالله انت قرأت قبل كده كتاب عن فضل صلاة الليل؟ كتير مننا ما فكرش في الموضوع. هو في حاجة في فضل صلاة الليل؟ لا ده في حاجات. طب انت نيتك ايه غير النية اللي انا قلتها دي؟ خليك هنا. ها نيتك ايه من صلاتك التراويح؟ اسمع منك، تصلي تراويح ليه؟ هتقول لي لمغفرة ما تقدم من الذنوب، وايه كمان؟ انا عايز 50 نية برق لي. ما بنقراش، هو الدين بقينا راكنينه على الرف. يجي رمضان هنصوم هنصوم، صلي تراويح صلي تراويح، الله اكبر السلام عليكم، خلاص اتصلينا. لازم علم، لازم قرايه، لازم تجاهز. ولو ارادوا رمضان لاعدوا له ايه؟ عدتك لرمضان السنه دي ايه؟ العبادات عايزه ترميم، عباداتنا رايحه 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 خالص. صلاه بدون قلب، قراءه بدون تدبر، وانا اولكم نسال الله العفو والعافيه. عايزه ترميم قبل رمضان على الاقل، عشان رمضان يبقى انطلاقه للكام شهر اللي ايه؟ اللي بعديه. ما تجيش تقول لي بعد رمضان مباشره رحت شربت وعملت وتنططت واتفسحت. الله امال كنت بتعمل ايه في رمضان؟ يبقى كانت اجساد بس بقى بدون قلوب، ما انتش فاهم حاجه، بتصلي وخلاص. في ناس والله يا جماعه، يا عم خليك هنا، والله ده باب مسجد وفي ناس بتخش كل شويه، هتلاقي ناس ده ما تركز هنا، بص لي كده زاويه كده حاده كده. في ناس عارفه هي عايزه رمضان ليه، كل جزء في رمضان التراويح هو عايزها ليه. لما اقول لك دلوقتي طب كتاب فيه 100 نية من صلاه التراويح، تعمل ايه في الكتاب ده؟
مش عارف في مش عارف انا عايز قلوب كده ناس حماسيه شويه كده تحركني شويه كده، انا حاسس ان انا هفرقع. تحركوا معايا شويه، لازم نقرا يا جماعه، لازم نتعلم ديننا. ما ينفعش والله يبقى ديننا بالبطاقه، ما ينفعش ابدا. الصحابه كان دينهم ازاي؟ قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كل شويه يتعلموا، كل حاجه يتعلموا، صح كده؟ بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الناس فضلت على نفس النهج، بعد كده الناس ثابت بقى الدين، بقى ديت ولد له 5، ديت ولد له 10، اكتب مسلم 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 الله. وبعدين طيب فين اتعلم ايه الراجل ده من الاسلام؟ يعرف ايه عن الدين؟ بقت فريضه غايبه. طلب العلم فرق بقى غايب عن، تلاقي البيوت مليانه حاجات للبطون والفروج، واخد بالك، واحسن المفارش واحسن الافاف، ما تلاقيش حد مفكر في دين ولا عقل ولا قراءه ولا حاجه. بقينا ناس متخلفين، سامحوني. الاجانب بيضحكوا علينا ان هم بيقروا واحنا بنقراش. نسبه القراءه عند اليهود وطباعه الكتب في السنه اكتر من نسبه العرب كلهم، مش حاجه تكسف. الامه اللي اول كلمه في وحيها اقرا، صح، والقلم، وعلم، مش صح؟ اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان معاه، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان، كل دي ايه؟ مش لينا. مش لينا، صح، مش لينا. وصوره كامله اسمها صوره الايه؟ القلم. كل ده لمين؟ يبقى واحد قرا كتاب عن قيام الليل وفهم قيام الليل ده يجني من وراه 1 و2 و3 و4 و10 و100، وكرر الكتاب مره واثنين وثلاثه، وهو جاي يصلي تراويح، يبقى قلبه في ايه؟ مش موضوع انت تكتب للواحد ده يبقى ناصح كده يقول انا هكتب الحاجات دي في ورقه ال100 نيه وكده. لا يا بابا، ما هيش كده. ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. انا كنت من زمان نفسي افهم المعنى ده، ايه بشيء وقر في قلبه؟ ايه اللي في قلبه؟ الإيمان. طب هم عندهم إيمان أعلى، إيه يعني يا ابني عيشني؟ أنا دلوقتي بتقول لي الإيمان أعيش إزاي؟ قول لي أعمل إيه؟ حب الله، فهم، خشية، جميل كل الكلام اللي قلتوه. بس الراجل ده رضي الله عنه راجل فاهم كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هضرب لك مثال يقرب لك. أنت دلوقتي بتشتغل كم ساعة؟ 8 ساعات. 8 ساعات وبتنام كام؟ 8 زيهم، يبقوا كام؟ اما يبقى 16 ساعة من يومك رايحين بدون حسنات، دي تسميها ايه؟ هتقول لي امال يعني انا هاخد حسنات وانا بشتغل واخد حسنات وانا نايم؟ يا حبيبي والله عرفت بقى ليه ابو بكر سبق؟ بغض النظر بقى عن اجتهاده في العبادات وحضور قلبه فيها وحب له المطلوب ده كله، لكن حتى غير العبادات يا جماعه كان عندهم حرص ان كل لحظه وكل دقيقه تقربهم من ربنا. حياه كلها عبوديه، حتى الترفيه، حتى الرمايه. واحد طالع يلعب مع الخيل او الفرس او السباحه او غيره ياخد من وراه حسنات. ما ده بيتعلم سباحه وده بيتعلم سباحه، ده بياخد حسنات ده بياخد على قفاه، ما بياخدش حاجه. خسر، ضيع عمره على الفاضي. ايه يعني ليه ما احتسبش ان انا اقوي جسمي عشان استعين بيه على طاعه الله وعلى الجهاد وغيره؟ تفهم برضو المعنى ده ان من قول معاذ رضي الله عنه اني لاحتسب نومتي. انت فكر نوم 8 ساعات يروح ببلاش؟ لا لا، ما ينفعش عند الصحابه. يحتسب يعني من ورا النوم ده عايز ايه؟ يعني نايم لله. شفت انت واحد بينام لله تنفع ينام؟ يتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. زي بحتسب قومتي احتسب نومتي. طب عملي بطلع 8 ساعات دول احتسب فيهم ايه؟ حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تؤجر عليها. اللقمة بياكله بيشوف هو طالع من الصبح وشه كده بيقولوا ايه؟ خد بالك مكلضم ومكشر زهقان، هو كل يوم شغل كل يوم شغل، خد بالك، وراجع من الشغل نفس الكلام. ليه؟ لأنه ما بياخدش عليه حسنات. لكن اللي عارف ان هياخد على الشغل ده حسنات، ده والله اسهل من الصلاه. مش الصلاه بتجاهد عشان الخشوع؟ طب الشغل هتجاهد في ايه؟ هي بس استحضار النيه وتتعلم الفضائل عشان قلبك ايه؟ يبقى همام بالخير. يبقى هاخد على الشغل ده حسنات عشان باكل اولادي واعفهم عن الحرام. سهل ولا صعب؟ ايه المشكله في كده؟ يبقى ده عمره ما يبقى زعلان ليه؟ انا بشتغل ليه؟ ما انا باخد على شغلي حسنات، هزعل ليه؟ المعاني دي مهمه جدا، وتحصلها بحاجتين عشان ما تقوليش ازاي. مداومة المطالعة للفضائل، يبقى دايما تطالع الفضائل الأعمال. الكتاب المهم جدا الترغيب والترهيب ده، يبقى عندك تحفظه الكتاب ده تقرأ 1000 مرة.
احنا بندرسه هنا يوم الخميس ان شاء الله بعد رمضان لو احيانا الله هنستكمله ان شاء الله. كتاب مطالعة الفضائل دوما. اثنين، تعلق القلب باليوم الاخر. يبقى دايما قراءتك قراءة متواصلة عن الجنة والنار، عن الموت، عن القبر، عن الحشر، عن السكرات، عن كذا عن كذا. هتلاقي بقى القلب ساعتها مفتوح فيه فتحة بيبص او عين بيبص منها على الاخرة. مثلا رايح تزور مريض، مش انت بتزور مريض ساعات؟ بتزوره ليه؟ يقولك عشان انا بتعب بيجيلي. دي تسميها ايه؟ نية. مش دي نية ولا لا؟ واحد تاني رايح يزور مريض عشان لما يروح يزوره الصبح هيستغفر ليه 70,000 ملك لحد المساء، ولو راح بالليل يستغفر ليه 70,000 ملك لحد الصباح. بالله لو انا قلت لك اقف يا عم، وقف، قلت للاخوة ادعوا للراجل ده ان ربنا يغفر له ذنوبه، قعدتوا كلكم تدعوا، هيبقى حاله ايه؟ مبسوط جدا. كل الناس بتدعي لي الناس الطيبة. اما بالك جاه 70,000 ملك يدعو لك، مش عوير وكسير، لا ده 70,000 ملك، والملائكة ايه؟ لا يعصون الله. 70,000 ملك. يبقى هو رايح يزور والله بيضحك فرحان بايه؟ بعظم الثواب. وهو يمشي في خريف الجنة. خريف الجنة يعني جناها، يعني كأنه يجني من ثمار الجنة. فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. ده كل ده ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده يستوي بقى واحد رايح يعود مريض وفاهم المعاني دي مع واحد بيروح عشان هو يبقى يجيله؟ يبقى ده خسران ولا لا؟ خد بقى المثل ده وطبقه على كل السلوكيات بتاعتنا عشان تعرف ليه سبق مين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهمت المعنى المهم ده؟ عشان كده اما تيجي بقى اللي هم العادات بيحاولوا يحولوها لإيه؟ عبادات. احنا بقى العبادات اتحولت لعادات، بنصلي ميكانيكي كده، ايه، آلة بتتحرك. عشان كده بقول لك لازم نقرا عن العبادة عشان نفهم ازاي نأديها. 100 طريقة للتحمس لقيام الليل. ايه بتبرق لي؟ ما هو اسم الكتاب اهو، 100 طريقة للتحمس لقيام الليل. والاخوة شكلهم ضيعوا لي الكتاب، مش عارف ودوه فين. الكتاب ده عبارة عن تلخيص لمجلدين رهبان الليل بتوع الدكتور سيد حسين العفاني، ودول موجودين لو انت عايز بقى المجلدين دول، الموسوعة الجميلة جدا دي اسمها رهبان الليل، موجودة ممكن تشتريها. حبيت تاخد الملخص ده حلو ومبسط ومتقسم كده تقوم تفهم ليه هتصلي، خدت بالك؟ حتى تتوفر لك النوايا في هذه الصلاة العظيمة. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عندك أو أمامك موسوعة رهبان الليل فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني، كتاب 100 طريقة للتحمس لقيام الليل لأبي القعقاع محمد بن عبد الله، دار طيبة، مملكة بمكة المكرمة. كتاب قيام الليل أو مختصر قيام الليل للإمام المروذي رحمه الله. كتاب الأسباب الميسرة لقيام الليل فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله، إلى غير ذلك من الكتب التي تعينك على استحضار قدر وشأن وعظمة هذه الصلاة، كي نقدر هذه الصلاة قدرها ونوفيها حقها فنحصل ثمرتها. وقد سبق معنا في العام الماضي دروس بعنوان كيف ندخل برمضان الفردوس الأعلى. أنا يعني أظن أن بعض الإخوة حضر هذه الدروس، كيف ندخل برمضان الفردوس الأعلى. فصلت في هذه الدروس كيف تؤدي العبادات في رمضان عبادة عبادة، وهي موجودة على الموقع، موقع أنا السلفي. ممكن الإخوة ترجع للدروس دي، أنا جبت في الدروس دي قبل كل عبادة وسائل تعينك على إحضار القلب في العبادة، إزاي تقرأ قرآن، إزاي تصلي وتخشع في الصلاة، إزاي تصوم صيام مقبول، إزاي تصلي قيام ليل، النوم حتى تكلمت كيف تنام وتحتسب الأجر في النوم. موجودة الدروس دي على الموقع، ممكن الإخوة تحاول تنزلها وتسمعها قبل رمضان، لأن السنة دي هيبقى نوع تاني، يعني مش معقول كل سنة هنكرر نفس الكلام. فالكلام على فضائل العبادات وتحصيل اللذة فيها موجود في دروس العام الماضي. وما أحوجنا إلى مطالعة ذلك قبل رمضان لتحصيل أعظم ثمرة من رمضان. ثم لابد من نظرة ومطالعة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، لأن احنا قلنا خير الهدي هدي إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا الدروس دي بتسمعها صفحات رمضانية من حياة خير البرية. كيف كان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان؟ جاءت نصوص عديدة تبين لنا صفة قيامه وتهجده وصلاته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك واحد، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في قيامه على 11 ركعة أو 13 ركعة، كما يدل لذلك حديث زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت، ركز كده،
ايه هدي النبي في صلاه التراويح صلى الله عليه وسلم؟ هقول لك اهو. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء، نداء إيه؟ الفجر، بالصبح 2 ركعتين خفيفتين، اللي هم رغبة الإيه؟ الفجر. وقد تنوعت الكيفيات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فبأيها أتى الناسك فهو على خير، وإن كان الأولى المزاوجة بينها، يعني أنت تنتقل بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، تنوع في كيفيات أداء صلاة الليل. هتقولي طب ما هو الإمام ما بينوعش، أنت صلي وراء الإمام ثم لما ترجع إلى البيت لا مانع أن إيه؟ أن تصلي شيئا في البيت مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في التنويع في صفة وكيفية أداء صلاة التراويح، مع الإكثار من صلاتها مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى. وجميع ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في قيامه من عدد ركعات وكيفيات يدل دلالة بينة، ها الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إيه؟ ركز على أن إطالة القراءة بخشوع وتدبر في القيام والذكر والدعاء بشهود قلب واستحضار لمعاني الركوع والسجود وسائر أقوال الصلاة وأفعالها أتم في التأسي وأولى من زيادة العدد. يعني إيه؟ يعني الأفضل تطويل الصلاة والحرص على تحصيل الخشوع فيها والتدبر أفضل من تكثير عدد الركعات. يعني ممكن واحد يصلي 30 23 15، أي عدد، لأن الرسول قال صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى لك أن تصلي ما شئت كما سنذكر إن شاء الله والخلاف في ذلك. لكن لو أطال الصلاة يعني كان ذلك أعون له على حضور القلب، أطال الركوع وأطال السجود وشهد قلبه معاني الصلاة ومعاني الركوع والسجود، هذا أفضل من زيادة العدد، وإن كان في كل ذلك خير ومتسع لدخوله في إطار قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثلى من غير حد بكيفية أو عدد. والناظر في عصرنا الحاضر يجد اختلافا معتادا حول عدد الركعات في صلاة التراويح. كل سنة تلاقي في ناس كده ما وراهاش غير موضوع شغل الناس بالخلاف. قبل مثلا زكاة الفطر يطلع برضو علينا بعض الناس بس مهمتهم بس شغل الناس بموضوع زكاة الفطر، تطلع ايه ولا ايه، ياخد بالك مال ولا حبوب، ياخد بالك. يطلع برضو قبل رمضان صلاة التهجد بدعة ولا يجوز زيادة على 13 ركعة و11، في ناس متخصصة لكده، ياخد بالك، في حين أنهم ما سبقوا من السلف بمثل هذا القول، الأئمة الأربعة فمن بعدهم ومن قبلهم ما قال أحد أن صلاة التهجد بدعة أو الزيادة على هذه الركعات بدعة. وعشان نقطع بقى دابر الخلاف جهزنا بحث لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، موجود برضو إن شاء الله من الدرس الجاي هيبقى موجود بحث في عدد ركعات قيام الليل. اللي عايز يتبين الحق، مش هدفي من البحث ده اللي احنا نقعد نناقش ونرد ونتقاتل، لا، اللي عايز يتبين للحق ويعرف كيف يرد البحث سيكون موجودا من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لكن أقول لك وخذ كلامي ثقة واعتد به إن شاء الله تعالى، ليس كلام بل كلام أهل العلم، أنه يجوز أن تصلي 13 ركعة 11 ركعة أو ما شئت من الزيادة، وليس هذا ببدعة. والشيخ الألباني رحمه الله معذور في هذا القول الذي ذهب إلى أن الزيادة بدعة، لم يسبق الشيخ الألباني بمثل هذا القول من السلف، لذلك لكل عالم كبوة ولكل عالم زلة، فقدره معروف رحمه الله تعالى، ولكن هذا الذي ذهب إليه مردود وليس بصحيح. بل القول بأن الزيادة على هذا العدد بدعة، هذا القول هو في ذاته هو البدعة. الأمر متسع، من أراد أن يصلي بالعدد الذي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن أراد أن يزيد فليزيد. وإلا هل تستطيع أن تصم الصحابة بأنهم مبتدعة؟ الصحابة الذين زادوا على هذا العدد هنقول عليهم إيه؟ مبتدعة، وقد كانوا يزيدون كما في كتب السنة وكما ستجد في هذا البحث إن شاء الله تعالى. لذلك حين نتأمل في هديه صلى الله عليه وسلم نجد أنه لم يوقت لأمته في قيام رمضان حدا محدودا، وإنما حثهم على القيام فقط، فدل على التوسعة في هذا الأمر، وأن بإمكان المسلم أن يفعل ما يستطيع من ذلك بخشوع وخضوع وطمأنينة، وإن كان الأفضل ما فيش خلاف بقى التأسي به صلى الله عليه وسلم من حيث الكم والكيف. وخلي بالك من الكيف دي، لأن هو نفس الشخص اللي بيتكلم على بدعية الزيادة ما بيتأسش بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكيف، بيتأسى به في الكم بس،
خد بالك التأسي بالرسول يبقى في الكام والكيف. خذوا السنة كما هي أو اتركوها، لكن عشان تاخد حتة من السنة زي اللي بيجي في فجر يوم الجمعة يصلي بجزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان، ده انت كده بتألف. لا، يتصلي بالسورة كلها، يتسيبها وتصلي بأي سورة تانية ولا حرج عليك، لكن انت تقنن طريقة معينة لصلاة الفجر مخالفة للسنة يخشى عليك الابتداع إن لم تكن قد ابتدعت بالفعل. خدت بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 أو 13 كان بيصليهم قد إيه؟ بينصرف منها إمتى؟ في فروع الفجر، يعني تشمل معظم الإيه؟ الليل. مش بقى شغل مزاج بقى أصلي 11 13 في ساعة ولا نص ساعة وأروح. أخذ بالك بقى أنا كده مقتدي. فين الاقتداء هنا؟ اقتداء بالكم والإيه؟ والكيف، من غير تحريج على من فتح له في تحصيل كم أو كيف ما دام لم يخل بشيء من أركان الصلاة وواجباتها، والله أعلم. ومهما بلغ الحرص على الأجر لدى بعض طلبة العلم الذين يتبنون رأيا حادا في المسألة، فإنه يخشى أن يكون ما يفوتهم من الخير بسبب عملهم ذلك أعظم بكثير مما ينالون من أجر تطبيق السنة، والله أعلم. المعلم الثاني من معالم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح أنه لم يكن يقوم الليل كله. ركز بقى معايا اليسرى، أنه لم يكن يقوم الليل كله، بل يقوم وإيه؟ وإيه؟ وينام. يقوم وينام، بل ويخلط الليل مع الصلاة بقراءة قرآن وغيره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ده ينام هو هناك مش في الدرس يا عم، اللي بينام ده في الدرس ينام دي فين؟ مش هنا. تقول عائشة رضي الله عنها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. إيه رأيك في الحديث ده؟ ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. واضح ولا مش واضح؟ ها؟ ولا قام ليلة حتى أصبح، يعني ما قامش الإيه؟ ها؟ ما أعلم نبي الله إيه؟ قرأ القرآن كله في إيه؟ في ليلة. ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير إيه؟ غير رمضان. ماشي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان. يلقى مين يا عم يا سرحان انت؟ جبريل كان بيلقى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ. يعني ينسلخ يخرج وينتهي. بيعمل ايه بقى؟ يعرض عليه النبي القرآن صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري، حديث سابق في أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. طب تفهم من إيه إن سيدنا جبريل كان بيلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن، الرسول يعرض عليه القرآن، إن ليل النبي كان إيه وإيه؟ الناس اللي بتدور على خير الهدي، ليل النبي كان إيه وإيه؟ صلاة تراويح وإيه؟ وقرآن وإيه؟ التالتة راحت ولسه. أيوة، ونوم. ونوم يعني إحنا عملوا لكم ناموا مش راضين تناموا، بس أنت هتنام ليه؟ زي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش ما كان يقوم الليل كله، فقال أنا وأنا أقوم وإيه؟ حديث ثلاث، أقوم وأنام. يبقى واحد فرق بين واحد بينام لحظ نفسه وواحد بينام لإيه؟ اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. فرق كبير جدا. يبقى جبريل لما كان بيأتي فتحدث هذه المعارضة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ قرآن بالليل ولا لا؟ وده حيبين لنا برضو معلم من معالم خير الهدي كما سيأتي. وفي هذا يعني ولو كان قيام الليل قد استغرق الليل كله لما بقي متسعا لمدارسة إيه؟ جبريل عليه السلام القرآن. يبقى كان بيصلي وإيه؟ ويدارس جبريل القرآن. وفي ذلك إراحة للجسد وتنشيط للنفس وقيام بحق الأهل وضمان لديمومة الاستمرار في دروب العبادة عشان تستمر، غير لما هو يكلف نفسه بما يشق عليه حينقطع. وإغال في الدين برفق وعدم تبغيض عبادة الله إلى النفس عشان ما تكرهش العبادة. شوف بقى خير الهدي حيخليك تحب العبادة، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه أبقى، اللي هو بيحمل على الدب ما لا تستطيع. حط 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 حط، مشت كم خطوة إيه؟ طب تسكت. يبقى هو ولا وصل ولا بقى على الإيه؟ على الدبة بتاعته. وده حال بعض الشباب، يحمل على نفسه ما لا يستطيع، خصوصا عند بدء الالتزام تشدد ومخالفة للسنة، ويوم بعد كم شهر تلاقيه ساب كل حاجة. لكن لو كان متبعا لخير الهدي لما ترك شيئا من سمات ومعالم الالتزام. وطبعا القليل الدائم خير وأحب إلى الله من الكثير الإيه؟
المنقطع. ثلاثة من معالم الهدي النبوي في ليل رمضان وقيام رمضان أن غالب قيامه كان منفردا. دي بقى البعض هينتبه هنا يقول لك حلوة دي عشان أصلي لوحدي، أصلي بقى براحتي، يقول لك لا، ما هو هنا في سبب. غالب قيامه صلى الله عليه وسلم كان منفردا ليه؟ لأنه خشي أن تفرض هذه الصلاة على الأمة، فكان يصلي أحيانا جماعة وأحيانا منفردا. فلما مات وزالت الخشية صليت جماعة. أنهي بقى الأفضل، جماعة ولا منفرد؟ ليه؟ لا لا صح، بس في حاجة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، جميل صح، بس حاجة تمام مهمة جدا. ها جميل، في حاجة مهمة. أيوة كده، لأن أنت لو صليت مع الإمام لحد ما ينصرف هيتكتب لك الليل كله قيام، لكن لو صليت لوحدك هيتكتب لك الساعة والساعتين بس. مش قلناها في الدرس اللي فات؟ امال أنتوا فين يا جماعة؟ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، الكرم الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت ما صليتش ساعة ولا ساعة ونص، في الواقع أنت كتب لك ثواب قيام الليلة كلها. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يصلي منفردا لهذا السبب، خشية أن يفرض القيام على أمته. يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه. وده حرص الصحابة على على الخير. أنس واقف جنب مين؟ ما أنا لازم أخليكم تبطلوا بص على الباب. وجاء رجل آخر فقام أيضا، بقوا كام؟ اثنين بالنبي ثلاثة عليه الصلاة والسلام. حتى كنا رهطا، رهط يعني قريب من كام؟ من 10 أو 9. حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه، من يكمل الحديث حتى جميلة قوي، الرسول حس أن في ناس وقفت وراه. ها أيوة تجوز، جميلة دي. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة. رحيم، ياخد بالك، يخفف عليهم لأن صلاته هم مش هيتحملوها. ثم دخل رحلة فصلى صلاة لا يصليها عندنا. لما دخل بقى البيت بتاعه صلى بقى خد بالك لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة، يعني حسيت بينا؟ قال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. حديث رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها، شوف بقى هدي النبي عامل ازاي، سهل زي ما يصور. مش موضوع ان هو حافظ القرآن فيصلي بالمأمومين البقرة والعمران والنساء في ركعة، يجي الناس تطلع تعارك معاه، انتوا ما بتفهموش، انتوا لازم تتدربوا على التراويح، انت لازم تقف، ما انت بتقف لي في طابور العيش مش عارف ايه وتقعد. يا عم كل ده جميل، بس انت بتكلم مين؟ الناس اللي وراك موافقينك على كده، يلا بها ونعمت. الناس اللي وراك اللي عنده مرض سكر واللي مش عارف ايه مش عارف ايه، يبقى انت صلى بالناس فليخفف. اخد بالك، انت بالليل ممكن تبقى مع بعض اخوانك، انت بالليل مع نفسك في البيت وهكذا، تراعي مصلحة مصلحة الناس اللي انت حبسته. ما تقول الله اكبر يقوم بقى ويقعد ويقوم ويقعد ويقوم ويقعد وانت وفي الغالب الامام ما بيحسش بالتطويل لانه بيقرأ وعايش، لكن اللي ورا هو اللي وخصوصا لو مش فاهم اللي بيحصل. يعني صلينا مرة في مسجد الرحمة الأصل بقى، فالمهم الإمام كان بيطول، فأخد بالك، فجيه واحد جيه من بره، فيعني ما يعرفش الموضوع إن السنية دول هللهم طويل يعني، أخد بالك، فدخل في الصلاة، فصاحبنا لقى الصلاة طولت، فراح قاعد وراح قايم تاني وراح قاعد تاني. كان قدامه بتاعة مصاحف، بتاع رف مصاحف، فراح مد ايده واخد مصحف ومسك المصحف عمال يدور الراجل ده بيقرا سوره ويبص كده ويبص كده ومش عارف يوصل للامام بيقرا سوره فراح اللي جنبه موفر عليه واخد منه المصحف وراح فاتح له السوره اللي الشيخ بيقرا فيها. انت بقى شوف بقى الناس دي كانت بتعمل والله اذا اقول لك كده. واعطى له المصحف وصاحبنا قاعد يتابع بقى وهذا لا يجوز، يعني ولا ان هو يجوز ان اللي صاحبنا ده يدي له المصحف ولا الثاني يفتح مصحف والامام لهذا من البدع، لأن لا يفتح المصحف إلا إذا احتاج الإمام لمن يرده. لكن يقول لك أنا بتابع، أصل أنا بخشع، أصل أنا كذا، دي حركة في الصلاة، والحركة في الصلاة التي ليست من مصلحة الصلاة قد تبطل الصلاة، فتبالك فانتبه لهذا الأمر. حديث عائشة أيضا قالت كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل
فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته. حد انتبه لحاجة في الحتة دي ولا انتوا تعبتوا عايزين نخلص؟ ها حد انتبه لحاجة في الحديث اللي قلناه؟ أيوة، من جوف الليل، لأن أفضل صلاة التراويح التي تكون في جوف الليل، كما يقول عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها إيه؟ أفضل إنه يصلي بالليل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. الناس بتصلي وراء النبي يا ابن عليه الصلاة والسلام، إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول لي ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان بيسمع قرآن من مين؟ فالمسجد اتملى مصلين. عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف ليه؟ ده رحيم بينا، ده الرحمة دي مستمرة لينا إلى الآن، رحمته صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها لو علمت أنها فريضة لعجزنا نحن، فتبالك. حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد ثم قال أما بعد فإن شبه المعاني النفسية مراعاة النفوس، كان ممكن ما إيه ها ما أتكلمش خالص زي بعض الأئمة لا يسأل، فلما ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، يعني أنا إيه أنا عارف، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. رواه البخاري ومسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، لم يصلي بنا حتى بقي كم؟ سبع من الشهر، فقام بنا في الليلة دي. إيه بقى؟ قول بقى عشان نخلص. فإيه؟ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، يبقى فضل يصلي تراويح قد إيه؟ تلت الليل. المغرب على كام؟ 8 وكام؟ و5، والفجر 4:30 لثلاث دقايق ولا 4 دقايق، يعني كام ساعة من 8 ل 4؟ 8 ساعات. طيب تلتهم كام؟ ثلاثة إلا صح كده؟ دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قريبة، احنا بنقرب من الهدي اهو. قال فصلى بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة البواقي يعني، حتى ذهب شطر الليل. شطر يعني ايه؟ خلي بالك عشان كده اما يتضاعف منك الجهد على انتهاء رمضان، ده سنة كان اذا دخل العشر ايه؟ واحيا الليل. في علماء استفادوا من احيا الليل دي يعني الليله ايه، ودي خاصه بقى العشر الايه الاواخر. حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله، شوف الصحابه الحريصين على الخير صلى بيهم ايه يا عم؟ شطر الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقيه ليلتنا هذه، يعني قالوا مت ايه ها مت ايه نتكمل. فقال صلى الله عليه وسلم، رد عليهم قال لهم ايه؟ انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. الفلاح سحور. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. لقد كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عظيم الحرص على نفع أمته وتعليمها وإعانتها على الطاعة، انظر هنا كم أطال بهم القيام، وقد جمع إلى ذلك الحرص تخوفا شديدا من أن يفرض القيام على أمته فيقصر فيه أناس فيأثمون، مع هذا مع شدة حرص صحابته على أن يقوم بهم غالب الليل، لكنه ينظر لمن بعدهم وكأنه يرى ضعفنا وشدة عجزنا صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. وهذه النصوص تظهر لنا فضل هذه الصلاة، صلاة التراويح، وأنها في مساجد المسلمين الآن سنة مسنونة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها خشية أن تفرض على الناس. فلما كان في خلافة الفاروق، يعني زال الإيه؟
تعبت ومعلش عند ربنا فيش حاجة بتروح، اصبر معاه شوي. لما زال الايه الخوف من فرضية الصلاة، ها زالت الخشية وأمن هذا الجانب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى عمر الناس يصلون في المسجد أوزاعا متفرقين، يعني ايه جماعات كل شيء مع بعضهم كده، فقال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا الفعل محل قبول من الصحابة. يبقى لو كان بدعة شرعية كان الصحابة إيه؟ مش أنكروا بس، كانوا قتلوا عليها، لأنه ما عندهمش تهاون بالدين. لو استقام ماشي، لو يعوج السيف اقعد يا ابني هيعدلوا بالإيه؟ ما عندهمش غير كده. هتبالك يبقى أنهم يسكتوا على ذلك، هذه موافقة، هذا إجماع منهم على شرعية ذلك. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فينة خرج في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى في المساجد، فقال سيدنا علي قال إيه؟ نور الله لك يا عمر في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. شوف المعرفة أهل الفضل لأهله، معرفة الفضل لأهله. لذلك الموفق من يحافظ على هذه الصلاة جماعة متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام. وكان هدي الصحابة رضي الله عنهم في هذه الصلاة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون، يصلي القارئ لهم ويطيل القيام حتى يعتمدون، حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام. يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، المئين سور المئات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. بنصلي قد إيه بقى وقت الناس اللي بتقتدي بالنبي بقى في الكم والإيه والكيف. قال وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. إيه فروع الفجر؟ يعني خلاص بدأ الفجر يدخل خلاص. وقال كما عند البيهقي وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه من شدة القيام. عشان كده كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة تسأل قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، ثم يصلي ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وده يبين لك خطأ بعض الناس الأئمة اللي هم اللي بيصلوا صلاة الترويح سريعة، ياخد بالك إيه آية في كل ركعة وقلب آية وقلب وهكذا، ياخد بالك ده مش حول ما ينفعش ويبطل الصلاة. لكن أين هؤلاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة التخفيف على المصلين؟ كيف هذه سميت تراويح؟ لأنهم كانوا يستريحون بين الايه الركعات. طب هم دول بيستريحوا من ايه؟ العجيب ان هم بعد ما برضو يصلي بآية بيقعد يستريح. يستريح من ايه؟ بيستريح من التعب اللي هو حصله بالسرعة، لان هو ايه دب 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 فتعب، فبيقعد برضو يقعد ايه يريح. الله المستعان. هذه إشارات أحبتي في الله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح وفي قيام رمضان. بعد التراويح في ايه؟ مين يقول بعد التراويح في ايه؟ يعني انت نطيت من التراويح على السحور؟ ما تخلينا نمشي مع النبي واحده واحده عليه السلام. مين يقول وياخد هديه؟ انت عايز تنام اسكت. مين اللي قال قران؟ خد اديله هديه قران. مش لسه قايلين جبريل كان بيعمل ايه؟ انتوا نسيتوا قبل ما تروحوا؟ ما لما يجي رمضان هتعملوا ايه؟ مش كانوا يدرسوا القران كل ايه كل لا يعني جزء للايه للصلاه وجزء القرآن وجزء للنوم، وبعدين نشوف السحور. وده اللي هيجي معنا إن شاء الله في الدرس الجاي. أحبتي في الله من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره وبركته فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر، مات قبل رمضان. كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه، إنك لو أبصرت الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره. أخي يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، فاحمل على جسد ترجو النجاة به فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاق بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد
أثواب أكفاني، حتى متى يعمر الإنسان مسكنه يصير مسكنه قبرا لإنساني. أخي اجتهد من الآن في الاستعداد لرمضان، فإن اجتهادك من أسباب تحسين رمضان وتجويد الصيام، وهذا يحبه الله لأنه من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بقي أن ننبه على أنه لم يرد دليل صحيح على تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام من بين الليالي، ولا تخصيص نهارها بصيام من بين الأيام، إلا من يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إلى أنها أيام الإيه؟ الأيام البيض. أما تخصيص الليلة أو تخصيص اليوم دون سائر الليل لم يرد، لكن حسن الألباني رحمه الله حديثا إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن، هذا ما ورد. وبعض العلماء يضعف الحديث كالشيخ ابن باز رحمه الله، وبعض العلماء يحسنه، لكن أنت تجتهد في سائر ليالي شعبان، لأن شعبان كما قلنا مزرعة تحصد إن شاء الله ما زرعته في شهر رمضان. هل صلاة عثمان رضي الله عنه التي كان يختم فيها القرآن كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسن الشيخ الألباني رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه صلى ليلة ركعة واحدة بالقرآن كله من الفاتحة إلى الناس، هل ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صرح في بعض الأحاديث أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه القرآن، واضح؟ فإذا اجتهد أحد الصحابة في فعل عبادة من العبادات خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلعله معذور، نعتذر له. وفي نفس الوقت بعض العلماء أجاز ذلك في الأماكن الشريفة والأوقات الشريفة كما ذهب إلى ذلك ابن رجب رحمه الله، وحمل النهي عن ختم القرآن في أقل من ثلاث على من يداوم على ذلك، أما من كان في عمرة أو كان في رمضان فله أن يزيد. وأقول هذا في واقع الأمر خلاف كلامي فقط لغير المجتهدين في العباد، يعني تلاقي بعض الإخوة عمال يتعارك في موضوع في الموضوع ده، وهو أصلا ما بيختمش مرة واحدة في رمضان، يعني بيتعارك ينفع أختم في اليوم في رمضان، والشافعي كان بيختم 60 خاتمة، ده ينفع ولا ينفع، يجوز ولا لا يجوز؟ أنا عايزك توجه له سؤال، أنت بتختم كل قد إيه؟ لما تتعرض للمشكلة دي يبقى نتناقش يجوز ولا لا يجوز. لكن نقول خير الهدي إيه؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اختم في ثلاثة يا سيد، لو ختمت في ثلاثة يبقى رمضان فيه كم ختمة؟ 10 ختمات، وحشة دي، أنت بتجيبش خمسة. فاجتهد في أن تحصل السنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.